السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد في قناتكم التعليمية أبو دنيا إلكترونيك. اليوم إن شاء الله معنا الشاشة دي، شاشة جاك 43 بوصة، فيها مشكلة في الصورة هنشوفها مع حضراتكم دلوقتي. هنفتح الشاشة باور ونشوف مظهر العطل عندنا. نروح لزر الباور، هننتظر الشاشة تفتح. دلوقتي فتحت، ده مظهر العطل زي ما واضح امام حضراتكم، خطوط رأسية وافقية بالوضع. طبعا بتتغير بقى، يعني الخطوط دي ما بتثبتش كده، لون الشاشة نفسه بيتغير. ممكن تلاقي اللون الابيض اللي ظهر عندك ده يبقى اسود او بيتغير بيختلف، وبتظهر خطوط بالشكل ده كده عمودية مع الخطوط اللي ظهر امام حضراتكم دي. فمرة تفتح الشاشة تلاقي، لو قفلنا تاني كده وفتحنا هنلاقي مظهر الالوان وشكل الخطوط بيختلف برضو بيتغير. شغل الشاشة تاني كده زي ما واضح امامكم كده، ده مظهر العطل وده شكل صورة البانل زي ما هو واضح. ان شاء الله هنفك الشاشة ونشوف المشكلة فين ونبدأ نعالجها. تابعوا معانا. لكن قبل ما نبدا الفيديو نصلي ونسلم على النبي الهدى سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بينا. ده موديل الشاشه جاك ان جي ال دي 43 تي. ده شكل الشاشه من الداخل زي ما واضح امام حضراتكم، بوردة كنترول وباور واضاءه مندمجين 3 في 1. وده تيكون البانل، والبانل عندي جزئين، نص ايمن ونص ايسر زي ما هو واضح امامكم. هنا ان شاء الله المشكلة عندنا مبدئيا 90% بعيد عن الكنترول، بعيد عن البوردة الاساسية او اللوحة الام للشاشة. المشكلة عندنا اما في البانل او في التيكون اللي موجود معايا ده. فهنا ان شاء الله هنبدأ نشوف المشكلة فين. تابعوا معانا، هنبدا نفحص التيكون ونشوف الجهود الاربع جهود تمام ولا فيهم مشكله. هي المشكله دي بتحصل معايا في البانل ده، عاده بيبقى نص من البانل تالف او النصفين تالفين عاده، يعني ما بتحصلش في التيكون كتير. لكن لازم نوضح كل الاحتمالات علشان نتاكد من العطل ونوصل العطل عندنا فين، اذا كان في البانل او في التيكون. فهنا اول مرحله هنعملها هنبدا نفحص التيكون. لكن قبل ما نفحص نيجي نشوف رقم التيكون والبانل. هنا ده رقم التيكون، موديل التيكون باندا سي سي بي دي تي سي 425 مسافة 001. ده موديل التيكون. وموديل البانل هتلاقيه برضو نفس الوضع، هتلاقيه سي سي بي. هنا ده موديل البانل، نفس موديل التيكون اهو. والبانل السي سي بي ده، البانل ده يعني زي ما وضحنا قبل كده مشاكله كتير وجاي فيه عيب صناعه وما بيبقاش ليه علاج للاسف. يعني حتى لو البانل اشتغل بيشتغل فتره وبعد كده ممكن يقف تاني مع العميل او الزبون. طبعا احنا بنشغله في اوقات كتيره بنعزل خطوط هنا في الفلاته دي او الفلاته دي، بنعزل النص التالف وبنشغل، بنشتغل على النص التاني بيشغل لي النصين تمام. فموضوع العزل ده، اولا بتلاقي خطوط عندك في البانل كتير ظاهره بعد ما بتعزل الصوره بتشتغل معاك كويس، ساعات بتلاقي خطوط. وبعد كده عند الزبون البانل ممكن يشتغل فتره وممكن يرجع تاني يقفل الجنب التاني والبانل خلاص ما بينفعش تاني. فالحلول اللي بنعملها هنا بتبقى حلول تلقائيه مش حلول دايما، فهي وظروفها مع العميل. ممكن الشاشه تشتغل معاه فتره طويله جدا وما حصلش فيها حاجه، وممكن البانل يتلف معاه النص التاني والبانل يترمي ويغير بانل جديد. فده بيبقى نوع البانل السي سي بي ده، دايما بيبقى موجود في شاشات الجاك 43 اللي زي كده، وموجود معاك في بعض الاجهزه التورنادو وتقريبا بعض الاجهزه التوشيبا وفي موديلات نصيني برضو. لكن اكتر موديل موجود فيه الجاك 43. فنصيحه، ما تنصحش عميلك او زبونك ان يشتري جاك 43 في الفتره دي، لان نازل فيها عيب صناعه. مش عارف بقى الموديلات اللي نزل الجديد اتغير فيها البانل ولا هو هو. ولو الشاشه في الضمان يا ريت تنصح العميل انه ياخد الشاشه ويروح الضمان وما تشتغلش فيها لسبب، لان
فالضمان عندهم فكره ان البانل ده نازل فيه عيوب صناعه فبيستبدلوه وما بيعملوش مشاكل كتير. تمام، فانا ان شاء الله هنحاول الشاشه دي خارج الضمان، هنحاول نشوف المشكله عندنا فين ونبدا نعالجها. تابعوا معانا. هثبت مقاس الملتيميتر في الحوض اي مكان كده، وهبدا نشوف نفحص بقى. عندي اي سي الباور اهو، هنفحص تشوف الوجود الاساسيه موجوده عندي على التيكون ولا لا. فعندي في وجود، هنبدا نفحص نروح كده. اول حاجه معايا جهد سالب 6 فولت على النقطه اللي عندي دي، دي نقطة الفي جي ال. بعد كده هنلاقي جهد تاني، ده جهد 24 فولت، جهد الفي جي اتش، دي نقطة الفي جي اتش، ده هنا الفي جي اتش زي ما وضحنا كده اهو. كبرنا الصورة شوية كده نلاقي الفي جي اتش، النقطة دي الفي جي ال اللي احنا فحصنا عليها. في نقطة تاني هنلاقيها الاي في دي، دي جهد الانالوج تلاقيها حوالي 14 فولت. وفي جهد ال في دي دي ده هو جهد الديجيتال، هنشوفهم مع بعض مع بعضهم دلوقتي. تابعوا معانا. كبر الصورة شوية كده عشان نقدر نفحص. هادي جهد ال في جي اتش 24 فولت، جهد ال اي في دي دي ده جهد الانالوج 16 فولت اللي بيغذي اي سي الجاما. بعد الجهد الرابع اللي هو جهد ال في دي دي 3.2 كده. كل الجهود عندي تمام كده بالنسبة للسي الباور، مخرج الجهود عندي ما فيهاش مشكلة، وانا كنت واثق ان التكون هيكون مخرج الجهود كلها ما فيهاش مشكلة. طب تمام. طب هنا المشكلة عندنا فين؟ المشكلة عندنا هنا في البانل، هتلاقي اما في النصف ده الايمن او في النصف الايسر عندك ده تالف، يعني في نص من النصين دول تالف، يا اما النصفين تالفين. فهنا اول حاجة هنعملها هنحط في الشاشة باور، وهنبدأ نختبر النصفين دول نشوف فيهم مشكلة او مفهومش. اول نص ده هفصله، المفروض النص التاني مش مفصول ده، لو مفيش مشكلة الصورة هتظهر عندي طبيعية. فهنا هشغل تاني وشوف النص ده هيشتغل كويس ولا لا. لو نص عندي اشتغل كويس كده البانل ده هيتعمل ان شاء الله، النصين ما اشتغلوش وجابوا خطوط يبقى مش هنقدر نعمل فيهم حاجة. ده النص الاولاني او النصف الاول زي ما واضح، النصف الايسر في مشكلة اهو مفيش اي بيانات عليه. تمام، هنرجع تاني نطفي الشاشة على الوضع ستاند باي، وهنفصل النصف الايسر ونقوم بتوصيل النصف الايمن زي ما هو واضح كده. بعد كده هضغط باور تاني، نشوف النصف الايمن ده اشتغل كويس ولا فيه خطوط. زي ما واضح كده ده النصف الايمن فيه مشاكل وفيه خطوط اهو. النصف الايمن نفس الوضع فيه خطوط والصورة ما فيهاش بيانات، يبقى كده النص الايسر ما فيش بيانات، النص الايمن ما فيش بيانات، كده البانل ده ممكن نقول تالف. طب للتأكيد برضو هنعمل حاجة، طبعا عشان اقول ان انا هقوم بعمليه عزل او فصل خطوط، ده الفصل ده بيتم في حاله لو عندي النصفين فيهم نص شغال، يعني في نص جاب بيانات. الشاشه دي جاك المفروض اول ما تفتح هتجيب لي نص كلمه جاك كده وتشتغل، يشتغل معايا النص ما فيش مشكله، حتى لو في خطوط بسيطه ما فيش مشكله. او النص التاني النص الايسر برضو يشتغل ما يكونش فيه مشكله. في الحاله دي بنقدر نصلح البانل. ان في حاله ان النصين فيهم مشكلة زي ما واضح امام حضراتكم كده، البانل ده لازم يتم استبداله وما ينفعش يروح مكنة، لان فن المكنة ما بيلاقيش لي حل. برضو المفروض بتروح مكنة ليزر بيتم اصلاح الخطوط دي، لكن مكنة الليزر مكلفة، وفي اوقات برضو اصلاح مكنة الليزر ما تنفعش في مكنة الليزر برضو البانل السي سي بي ده. فهنا انا حاليا هجرب تيكون تاني، ان جبت تيكون نفس التيكون لازالة الشك، يعني عشان نتاكد ان المشكله عندنا مش في التيكون، وانا متاكد انها مش في التيكون. فانا عندي تيكون بديل اهو، هوصل التيكون البديل ده مكان ده. طبعا هطفي الشاشه على الوضع ستاند باي، احذر وانت بتوصل دايما الشاشه يا اما فاصل باور يا اما على الوضع ستاند باي. وهفصل الفلاتين دول، هركب الفلاته دي نفس التيكون ونفس كل شيء، نفس رقم التيكون هو هو
ما فيش اختلاف. نوصل النص الأيمن والنص الأيسر. الشاشة على وضع ستاند باي. هبدأ أشغل تاني. كده الشاشة اشتغلت. أشوف صورة. زي ما واضح كده احنا غيرنا التيكون اهو ونفس الصورة هي هي. كده يعني احنا اتأكدنا 100% ان المشكلة عندنا ليست في التيكون. المشكلة ما زالت في البانل والمشكلة ملهاش حل. وبرضو للتأكيد علشان نزيد شغلنا تأكيدا هنعمل عملية الفصل. نفصل برضو جنب من نص من الانصاص دي. نص الايمن هنفصله وهنشغل باور تاني ونشوف. كده فصلت النص الايمن. شوف في بيانات هتظهر عنده ولا لا. زي ما واضح كده مفيش اي بيانات. ده النص الايسر اهو اللي شغلناه وفصلنا الايمن. هفصل تاني. ارجع لوضع ستاند باي. هوصل النص الايمن وهفصل الايسر. شغل تاني كده ونشوف. لو نص جاب بيانات على التيكون ده هنقدر نشتغل في البانل. مفيش بيانات ظهرت برضو نفس الوضع كده. مفيش اي شغلة تقدر تعمله في البانل ده. وزي ما واضح كده الجنب التاني برضو هنا النص اللي واصل اهو. النص اللي واصل اهو مفيش بيانات. ده النص اللي واصل مفيش بيانات برضو. والبانل نفس المشكلة هي. انا حضراتكم علشان ما نتعبش نفسنا البانل ده مش هينفع فيه اي شغل. في حالة لو كان عندي نص من نص ده اشتغل او النص ده اشتغل كنت هقوم بعزل نصف التالف بورق لازق او عزل لازق وهنلزق على جنب من الاجناب دول سواء اليمين او الشمال وهنشغل البانل مفيش مشكلة. لكن في حالة البانل دي كده للأسف البانل كله تالف فمش هنقدر نعمل فيه حاجة. واللي هنا ان شاء الله هيكون انتهى الفيديو مع حضراتكم النهاردة. واي حد عنده تعليق بالنسبة للبانل اللي معانا ده او اشتغل فيه ولا حلول ليه ياريت يبلغنا سواء حل في المكنة او حل في حاجة. لان احنا لكن للأسف يعني احنا مش لاقيين له حل. والبانل ده حله ان هو بيتغير. البانل اللي هو سي سي بي ده بانل عقيم ومشاكله كتير واعطاله كتير. في عيب صناعة جاي البانل نفسه بيتلف. فلو حضراتكم في حد عنده اقتراح او حل او حصلت معه مشكلة زي كده وحلها مفيش مشكلة ياريت يفيدنا في التعليقات. كلنا بنتعلم من بعضينا. وان شاء الله بإذن الله انتظرونا في فيديو قادم. والهنا ان شاء الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن قبل ما نقفل الفيديو ياريت تضغط لايك. تعليق طيب من حضرتك. تشارك الفيديو مع اخواننا علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. وتفعل الجرس لو انت اول مرة تشوفنا وتشترك معنا علشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.